تصوروا شخصا 19 سنة في عمره مقبل على البكالوريا الأول ومن حشية وضحاها يجعل نفسه مقدما على قسم وقد كنت من شهود هذا القسم يوم 17 ماي 1945 جنوب المستشفى الحالي لتيزي وزو وكانت ليلة قمراء قسم أن يكرس حياته لتحرير الجزائر. ولهذا حينما طلب مني قراءة الفاتحة أمام جثمانه رحمه الله في مركز القوى الاشتراكية، بعد قراءة الفاتحة أتت بداهة طبيعيا هذا الدعاء بالأمازيغية، وهو ترجمة لآيات قرآنية: أكي رحم ربي يا سي الحسين، أكي رحم ربي يا سي الحسين، ثوف فاضل عهدي تفكي في ربي، ذا ربي راكي جازين. رحمك الله يا سي الحسين، رحمك الله يا سي الحسين، وفيت العهد الذي أعطيته وعهدته الله تبارك وتعالى عليه، وقد وفيته هو الذي يجزيك. وهذه ترجمة تكاد تكون حرفية بالأمازيغية للآية 23 من سورة الأحزاب 33 التي تقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليجزيهم على صدقهم ويعذبوا الآية كلها. فإذا هذا أول شهادة، شهادة على قسمه، ثم شهادة مثلكم جميعا على أنه كرس حياته لتحرير الجزائر بلدا وشعبا، مثلما سبق أن تعرض إليه كل من تقدم بإدلاء بشهادته حول حياة سي حسين رحمه الله. فإذا هذه الشهادة. الشهادة الثانية أنه بمجرد ما انتهى، ما نجح في البكالوريا الأولى، أخذ القرار مع بعض حينما صعد العلم الشعلي رحمه الله، لأنه خشي أن يلقى القبض عليه في جويلية 45 إلى الجبل، وهو كذلك كان ناجحا في البكالوريا الأولى، أخذ القرار على يواصل دراسته. ولهذا قلت من ذلك الوقت إلا وحياته كلها مكرسة لشيئين: في سبيل تحرير الجزائر، والتعلم والدراسة المستمرة لضمان هذا الكفاح ونجاح هذا الكفاح. من بين الشهادات حول هذه المسيرة العلمية لتحرير الجزائر والبحث عن المعلومات المفيدة لتحرير الجزائر، أنه طلب مني حينما كنا 46-47 يكاد تكون لا يمر أسبوع إلى أن نلتقي ونبقى ليلة كاملة معا، قلت رحمه الله: طلب مني إذا كنت لابد أن أواصل الدراسة عوض أن أذهب إلى القاهرة لكي أمثل حزب الشعب في القاهرة بوصية منه، قلت أن آتي حين أعود من ستراسبور بكتاب لو مانيوال دو فانتاسان الذي كانت تصدره مطبعة بيرجي لوفرو فينانسي، لكن شاء القدر أننا حينما رجعت لم أجده ولم أجد الكتاب. إذن البحث عن المعلومات الضرورية هذا قبل أن يكون مسؤولا في الأوس، يعني كان داخل النظام للحركة.
قلت إذن البحث عن المعرفة الضرورية لضمان تحرير البلد كان ديدنه. ثالثا، حينما أمر سريعا لأن بعض الوقت القليل، حينما قامت ما يسمى بالقضية البربرية المفتعلة مثل ما قال في التسجيل الذي استمعنا إليه، قلت الحمد لله ذكاؤه ثقافته تكوينه جعله يعي أن لا تناقض بين الانتماء إلى العالم العربي وبين الأصالة الجزائرية المغاربية. ولهذا هذا مهم جدا، أنا أعتقد لابد أن يتأمل الإنسان فيه. تصوروا لو أخذ المنحة الذي أخذه غيره من الزملاء في إدراك بعض التناقض بين الانتماء الأمازيغي والانتماء العربي، تصوروا. والحمد لله الذي عرضه علي باسم الحزب نفذه بنفسه بعد سنوات قليلة، حينما مثل حزب الجزائر في القاهرة. هذه ثانية. ثالثا، وهذا تقرؤونه في كتاب مسيري، قضية مسيري، أنا أرجوكم أن تدرسوا هذا الكتاب من هذه الناحية. تجدون أن في أول جويلية 1963، في أول جويلية 1963 سمع بفضل إخبار من طرف المناظر رحمه الله النهداوي الذي كان في جبهة التحرير في أوروبا رحمه الله، أن لودارس وهي في عين الحمام مع السي محمد الحاج رحمه الله وكريم القاسم، أنهم قرروا على أن يقدموا على انقلاب ضد الحكم السائد في الجزائر بما تبقى من مجاهدين من الولاية الثالثة والولاية الرابعة. قال أنه ذهب مسرعا إلى عين الحمام، وبعد حديث صعب مع العقيد سي محمد الحاج رحمه الله، توصل إلى إيقاف هذه العملية التي كانت تأتينا بكارثة لا يعلم إلا الله ما كان عقباها. فإذا ولهذا الثمن الذي دفعه للحصول على إيقاف هذا العمل كان تكوين تأسيس حزب جبهة القوى الاشتراكية في سبتمبر 1963. هذا مهم جدا، أن إذا كانت صدقة جارية تركها لنا سي مولود حمروش رحمه الله، مع العلم الذي بثه ونشره في المؤتمرات وفي الندوات مع الحزب ومع غيره في كتبه، أقول أن تكوينه وتأسيسه لحزب القوى الاشتراكية صدقة جارية، لأنه رحمه الله كان يفهم أن الحزب السياسي ما هو إلا مدرسة سياسية، مدرسة للدرس، لدراسة المجتمع، للبحث عن مشاكله والبحث عن الحلول التي يجب أن. ولهذا هذه الأمانة التي بين أيديكم أنتم الحزب، لأن أول حزب سياسي سلمي هو الذي كونه سي حسين أيت حمد رحمه الله. هذا الذي وددت أن أقوله، والسلام عليكم ورحمة الله.